فطيرة البرجر بالتورتيا، عايزين تقريبا 8 أرغفة من خبز التورتيا، وعايزين كيلو لحمة مفروم، كل ده حسب عدد أفراد الأسرة، يعني مش لو مش كتير نقصوا المقادير. عايزين بصل شرائح 1، بطاطس محمرة، كاتشب، جبنة شرائح، جبنة للوش، يعني ممكن نستعمل بتاعة الجبنة دي، ممكن تستعملوا أي جبنة عندكم في البيت مش مشكلة أبدا. على فكرة كان ممكن حطينا بصل مع حطينا كان ممكن حطي حطينا مشروم مع البصل. طيب معلش انتوا ممكن تحطوا مشروم مع البصل لو تحبوا. طيب اول حاجة هنعملها عايزين نخلط اللحمة اللي عندنا كده، متهيألي عايزة كمان شوية وشوية فلفل، ودايما دايما دايما بقول لكم خلوا الفلفل دايما يتطحن فريش، يعني كل اسبوعين ثلاثة كده اعملوا طحنة فلفل. خلاص هنعجن الكلام ده، شوية ملح وشوية فلفل زي ما قلنا. هناخد بقى دلوقتي الصينية بتاعتنا، زي ما قلنا يا جماعة بتفرق نوع اللحمة وفرمة اللحمة والمكونات اللي بتبقى، عشان يبقى برجر يبقى لازم زي ما قلتلكوا فقط ملح وفلفل، وزي ما قلنا لكل كيلو من اللحمة بنحط تقريبا 200 جرام دهنة سوا. نحط ده في حصة واحدة، انا اهي 2 3، لا 2 ما تقطعوش. مش قلتلكوا هدى هتجيب لي هتجيب لي المشروم؟ اهو. وهنجيب البصل اللي عملناه بشوية زيت وشوية زبدة وشوية بصل وشوية مشروم، وهحط له ده شوية ملح وشوية فلفل، وهقلبه كده. دي منين دي وقعت؟ من هنا يمكن. من هنا، دول هنا كده اهو كده. هنجيب دلوقتي الكاتشب بتاعنا، اول حاجة هنعملها هنحط طبقة من الكاتشب. عايزين تحطوا ماسترد كمان حطوا. وهنجيب المشروم والبصل اللي عملناه وهنحطه هنا كده. نجيب بقى الجبنة ونحطها على الوش، بعدين هرجع أقفل كل الكلام ده وأدخلها على الفرن تاني علشان الجبنة والحاجات دي كلها تسيح، علشان تقفل يعني تبقى مقفلة معايا الدنيا. ونجيب بقى دلوقتي خلة سنان ونبتدي نقفل بالشكل ده كده بس، دول لغاية ما تطلع من الفرن وبنشيلها على طول كده. شايفين؟ عشان ما تفتحش في الفرن بس بنعمل كده اهي. شفتوا بقى عندنا فطيرة لذيذة جدا جدا جدا.